تذكرون أول الهاشتاجات لما تطلع ترند على شركة معينة ما قدمت رواتبها لموظفينها أو تأخرت في سداد مستحقات الموظفين، فيطلعون يتظاهرون قدام الشركات وتوصل معاهم للشيطان الرجيم. حالياً حماية للموظفين، المحاكم العمالية فعلت غرامات للمتأخرين في دفع الرواتب. شلون يعني؟ وفقاً للمادة 94 من نظام العمل، إذا ثبت عند المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه المحكمة غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر. طيب ليش هم سووا هذا النظام وليش بدأوا يطبقون الحين في المحكمة العمالية بشكل سريع؟ أول شيء عشان يأدبون هذا التاجر أو صاحب الشركة اللي هو يتأخر في حقوق العمال. شيء ثاني عشان يقلصون القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور لأنها كانت توصل بالهبل.